أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز السفر لبلاد الكفار للدراسة؟ وجزاكم الله خيرا. السفر إلى بلاد الكفار لا يجوز إلا في أحوال خاصة، لأن فيه خطرا على الدين وعلى العقيدة وعلى لا ي... الواجب العكس، الواجب أن المسلم ينتقل من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين، يهاجر، هذا هو الواجب. أما أنه بالعكس يروح من بلاد المسلمين إلى بلاد الكفار، هذا لا يجوز إلا في أحوال خاصة، مثل إنسان يريد أن يتعالج وليس له علاج إلا في بلاد الكفار، لا بأس يسافر بقدر الحاجة. إنسان له تجارة يريد أنه يذهب من أجل أن يشتري البضائع أو يتعامل مع المصانع، هذا لا بأس بقدر الحاجة. أو إنسان يريد أنه يتعلم، يريد أنه يتعلم علما لا يوجد في بلاد المسلمين، يتعلم هندسة، يتعلم صناعة، يتعلم حرفة لا توجد في بلاد المسلمين وهو محتاج إليها، أو المجتمع، مجتمع المسلمين بحاجة إلى هذا التخصص، لا بأس أنه يسافر بقدر الحاجة، بقدر ما يتعلم. ولكن على الجميع، على التاجر، على المتعلم، على المريض، الذين يسافرون إلى بلاد الخارج، أن يظهروا دينهم وأن يتمسكوا بدينهم ويعتزوا به ولا يتنازلوا عن شيء من دينهم، لأن المسلم مسلم سواء كان في بلاد المسلمين أو في بلاد الكفار، هو مسلم أينما كان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتق الله حيثما كنت، في أي مكان. نعم.